الحمد لله على السلامة يا ريس، نورت مصر. وعايزة أقول لكم إن احنا واثقين في كل ما يقدمه السيد الرئيس لبلدنا. ناس كتير وقت طويل قوي طول الوقت اللي فات على سد النهضة، وإن احنا لازم نعمل ولازم يبقى في ضربة عسكرية ولازم ولازم ولازم، فكرة بقى ندي العيش لخبازه، كل حد بقى يتحرك في منطقته. اللي بيعمله السيد الرئيس الآن أعتقد شيء رادع بلا ردع، شيء مخيف بلا أي تجاوز، شيء في منتهى الحكمة، والحكمة السياسية هي المطلوبة في هذا التوقيت. عايز أقول لحضراتكم لا أستبعد أي شيء، ومش اللي أنا بقوله ده معناه أنا بستبعد أي شيء، لا أستبعد أي شيء، فقط هي ثقة في السيد الرئيس. ومفروض كلنا بعد اللي شفناه الفترة اللي فاتت وكل الإجراءات وكل التحركات السليمة المدروسة وكل حاجة في وقتها، يعني أنا قلت، أنا فاكرة كنت الأسبوع اللي قبل اللي فات كنت بقول إن إحنا في أصعب توقيت لسد النهضة الآن، وهو الملء الثاني اللي ما فيهوش رجعة. أن يتحرك السيد الرئيس قبل خطوات الملء الثاني وبهذه القوة وبهذه الجراءة ومواجهة العالم كله، مش أثيوبيا فقط، أنا متأكدة أن ما يحدث الآن وليس الأثيوبيا فقط، هو العالم كله، أنها دلالات، وإحنا تعودنا على هذه الإشارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.